رح نسمي الفور فريمز حتى احقق الهاي. انا هدفي النهائي من وين انتقل؟ انتقل من الاي ماينس 1 فريم اللي هو هذا، ودي انتقل اوصل في النهايه للايث فريم. بس حتى انتقل في عندي اربع عمليات، الاربع عمليات بلازمني الها 3 انترميديت فريمز، فراح نسمي هون بي فريم، راح اسمي كيو فريم، وهلا راح نرسمه هون، وراح اسمي ار فريم. في عندي راح تصير عمليات هلا بين هذول حتى انتقل. اوكي، كم سهم عندي؟ اربع اسهم. اوكي، عندي اربع اسهم. اذا راح نعملهم بهذا الترتيب، راح اعمل الان روتيشن ار، بعدين راح اعمل ديسبيسمنت، بعدين راح اعمل روتيشن، بعدين راح اعمل ديسبيسمنت. اول وحده راح تصير عندي اللي هي الروتيشن، ايش الزاويه؟ الفا اي ماينس 1. طيب حوالين اي اكسس هذه؟ اي ماينس 1 سب، يعني هاي سب. طيب والثاني الديسبيسمنت وين راح يصير عندي؟ اللي هي هاي راح تصير اي اي ماينس 1 حواليه along اكس اي ماينس 1. وبعدين راح اعمل روتيشن بمقدار ثيتا اي وحوالين زد اي، واخر شيء راح اعمل ديسبيسمنت دي اي حوالين مش حوالين along زد اي. نعم، شغل روتيشن along لا لا انا عم انت عم تعمل روتيشن لزد. كيف بدك تعمل روتيشن لزد حوالين نفسه؟ مش عم تعمل روتيشن من زد اي ماينس 1 لزد اي، ما بقدر اعمل حوالين نفسه، بده يكون حوالين الاكسس العمودي بين اثنين. تذكروا مره ثانيه هي الالمين، احنا شو اللي هلكنا وعملنا تعبنا واحنا نعمل فيه لما كنا نحكي عن هدول التو اكسس؟ عملنا الاكسباندنج سيلندر، ضلينا نعمل اكسباندنج للسيلندر تبع الازرق لحد ما عمل تماس مع الاحمر، فطلع في عندي خط، هذا الخط انا مطمئن انه عمودي على التنين. فاذا عملت روتيشن لهذا حوالين الخط العمودي ما بين التنين، مش هذا رح يوصل مرحله يصير موازي للازرق؟ او العكس، بامكانك تعمل روتيشن للازرق بحيث انه رح يوصل مرحله يصير موازي للاسود، لانه الخط هذا عمودي على التنين. فاحنا نفس الشيء، مين الخط العمودي على التنين؟ اكس اي ماينس 1. فانا بدي اعمل روتيشن، انا تعبت حالي حتى لقيت اكس اي ماينس 1، لاني بعدين بسهوله بقول انا اذا بدي اخلي زد اي ماينس 1 يصير بارلل لزد اي، حوالين مين بدي اعمل له روتيشن؟ حوالين الخط العمودي اللي واصل ما بين الاثنين اللي هو اكس اي ماينس 1. طيب نعمل اتاتشنج لهدول، خلينا اعمله بخط، نعمله بلون اخضر، نعمل اتاتشنج للفريمز. هلا احنا عندنا الايث فريم معروف، هيو مش هذا هو الايث فريم؟ هي الاكس اي تبعه وهي الزد اي، راح احط هي بخط اخضر، ومش راح ارسم هلا الواي. فهذا عندي هون هي الايث فريم زد اي وهي اكس اي، مزبوط. شو الفرق بينه وبين الفريم اللي قبله بي؟ ديسبيسمنت. اذا لو نزلت الان مقدار دي من هون راح يصير عندي هي اللي هو اكس، ايش سميناه؟ بي سميناه هذا، مزبوط مش هذا؟ وهي زد بي هو نفسه زد بي هو نفسه زد اي، بس اكس بي في ديسبيسمنت بينهم بمقدار هاي. ومش راح ارسم الواي، بلاش نلخبط الامور، الواي لازم تكون عموديه عليهم، عموديه عليهم، فبدها تكون اي، بدها تكون اي يعني بهذا الاتجاه واي هون بهذا الاتجاه. اوكي، اذا هذا الفريم بي. هلا بين بي وكيو ايش عندنا؟ روتيشن اللي هي ثيتا اي. فكيو راح يكون عندي هذا هون، هي اكس كيو، وزد كيو راح يكون نفس هذا، مش هيك؟ فهي صار عندي هلا هون الكيو، هي الكيو هون والبي هون بس بينهم روتيشن، هي الاي هون والبي هون بس بينهم ترانسليشن او ديسبيسمنت. طيب بعدين راح ارجع لوين هلا؟ من كيو لمين؟ لار. فالار بده يكون هون، بس الار ايش بده يكون مشترك بينه وبين هذا؟ الاكس، وراح يكون موازي الزد، مش هيك؟ فالاكس راح يكون نفسه والزد راح يكون شيفتد من هون، فالاكس تبع كيو راح يكون هون، وهذا راح يكون زد، مظبوط. واخر شيء ايش عندنا؟ الاي ماينس 1، فراح نلف حوالين الاكس زي ما لفينا من هون، راح يلف هذا هيك من هون، فراح يصير عندي اخر شيء هذا هو زد
i minus 1 وهذا اللي هو الاي minus 1 فانتقلنا بالمراحل الأربعة هذول انتقلنا من i minus 1 لآي وهذا بقدر الآن أكرره على كل جوينت بعمل نفس الشيء فرح يطلع معي هلا هذول كم ماتريكس رح أضرب حتى يطلع هاي الماتريكس أربعة واحدة فيها روتيشن حوالين الإكس واحدة فيها ترانسليشن حوالين الإكس واحدة فيها روتيشن حوالين مين زد آي ماينس ون ولا زد آي يعني شو كأني كأني قلت أويلر لأني هون عمالي بقول إنه بعد ما عملت روتيشن الإكس الجديدة اللي عملت روتيشن حواليها مش الإكس القديمة فرح تضلها الروتيشن تكون حوالين الجداد هدول شو سميناها هاي أويلر وشو الترتيب اللي عم بعمله فيه عم بعمله بالترتيب من البيس وبعمل هيك الأويلر فلما بعمل الفيكس شو بعمل بعكس الترتيب أوكي